محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة السيدات والسادة رجال ونساء الصحافة والإعلام، سعيد باللقاء بكم في هذا الموعد الذي يتجدد عقب اجتماع المجلس الحكومي وفيما يلي نص البلاغ الصحفي. انعقد يومه الخميس 10 رمضان 1445 الموافق 21 مارس 2021 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض انقطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي. في مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل. وفي هذا السياق أفاد السيد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يندرج في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية، والتي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها وتطوير وتقوية آلية مكافحة الجريمة ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 224-264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 218-622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 17 يناير 2019 بتطبيق القانون رقم 98-15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99-15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم 218-622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة، مع نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إحلال عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية محل عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر. إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 224-257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، قدمه السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة
جهة الدار البيضاء سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على هذا المشروع. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 22604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45-18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 45-18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لا سيما المواد 3 و6 و8 و9 و12 و23 التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة بالمغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون السالف الذكر رقم 45-18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد. وصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024. ومشروع القانون رقم 0624 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يساهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما، حيث يشمل مجال تطبيقه عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين. إذن كان هذا نص البلاغ الصحفي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.